اسمع. ارتبط صوت واسم الفنانة السورية رشا رزق في ذاكرة الكثير من الناس في صغرهم، فهي التي اشتهرت بتأدية أشهر شارات أفلام الكرتون للأطفال في التسعينيات، مثل دروب ريمي وأنا وأخي والمحقق كونان وعهد الأصدقاء وغيرها الكثير. يذكر أن رزق أستاذة غناء أوبرالي في المعهد العالي والعالمي للموسيقى بدمشق. وتنضم إلينا من باريس مباشرة الفنانة السورية رشا رزق مؤدية شارات أشهر أفلام كرتون الأطفال. صباح الخير رشا، نورتينا، وطبعا أنت صوتك واسمك مرتبط بذاكرتنا وذاكرة الجميع، لأنك ما شاء الله طبعا مؤدية شارات أشهر أفلام الكرتون. حدثينا أكثر عن بداياتك. الحقيقة بلشت بعالم تسجيل شارات الكرتون، كان عمري 19 سنة، يعني بعمر مبكر شوي، حتى قبل ما بلش حياتي يعني الدراسية والمهنية كانت بنفس الوقت. كنت بعدني طالبة بالمعهد العالي للموسيقى بدمشق، وبلشت بالعمل، وهذا الشيء بسبب يعني كان انه انا بالاصل يعني عندي موهبة موسيقية من عمر صغير، وتعلمت الغناء من عمر صغير، وبسبب تنوع أنماط الموسيقية اللي كنت أتقنها، يعني من موسيقى عربية شرقية أصيلة لموسيقى غربية بوب أو روك أو جاز إلى آخره، وبسبب أنه عندي موهبة تغيير الأصوات، بعمل أصوات أطفال، بعمل أصوات مختلفة يعني مثل ممثلين، يعني بقدر أغير أصوات، فبدأت بهذا العمل ولحد الآن أنا مستمرة يعني. جميل جدا رشا، يمكن في السوشيال ميديا من مجرد ما طرحنا موضوع أنه راح تكوني ضيفة لصباح العربية، كثير من الأسئلة جات وكثير من الترحيبات، وناس مواصلين ما ناموا للحين عشان يشوفوا رشا رزق. الآن احنا نبغى نعرف، يعني احنا عرفنا كثير من الشارات أفلام الكرتون سمعناها بصوتك، نبغى نعرف رشا رزق ايش تعمل الآن حاليا؟ حاليا انا بعدني على رأس عملي يعني بشركة سبيستون محطة الأطفال، وطبعا انا شغلي بيتعلق اكيد مو بس بالغناء، انا بكتب كلمات الاغاني، بألف اغاني، بوزع، هذا كمان شق تاني، بالاضافه له انه انا كوني كمان فنانه مستقله، انا مغنيه اوبرا، بقوم بحفلات يعني متعدده بادوار اوبراليه مسرحيه، كمان يعني انا سجلت البومين مع فرقه اطار شمع، حاليا عم حضر الالبوم جديد لإلي، كمان كل اغاني من تاليفي، يعني انا فنانه مستقله كمان بكتب اغاني خاصه فيني، واكيد يعني اللي بيتابعوني بيعرفوا النمط اللي بغني، ويعني وكمان بالاضافه انه عم بشتغل تمام بترجمه واعداد نصوص اوبراليه، يعني اللي صحيح. هو العمل بيقولوا له ليبريتيست يعني بعالم الاوبرا للغه العربيه، يعني في عم نحضر لمشاريع اوبرات باللغه العربيه مع كمان مؤلفين هم بفرنسا، مؤلفين عرب بيحبوا يعني يشتغلوا بنمط الاوبرا الناطقه باللغه العربيه. رشا، عندك جمهور على مسرح الأوبرا طبعا، وعندك جمهور من نوع آخر اللي هو الناس اللي كانوا يتابعوا في طفولتهم الكرتون، أية الأقرب لقلبك؟ يعني أكيد الجمهور اللي كبر معي وكبرت معه، اللي حاليا هلأ صاروا شباب وصبايا كبار وبالجامعات، يعني اللي هنا كانوا يتابعوني من الصغر، أكيد هدول كتير كتير قراب يعني على قلبي، وحبهم بس أنا منهم، في تواصل دائم يعني، وخاصة بفضل شبكات التواصل الاجتماعي. أنا الحقيقة يعني مبارح كان عيد ميلادي، صار عمري 40 سنة. ما شاء الله، الله يحفظك طول بعمرك إن شاء الله. ما بحب خبي، بس يعني عمليا صار لي 20 سنه بعالم الاطفال، وكبروا معي وكبرت معهم، يعني اللي كانوا اطفال صاروا هلا شباب وصبايا، وبعدنا نحن على تواصل يعني الحقيقه. جميل. على فيسبوك، يعني كل شبكات التواصل الاجتماعي. طيب.
فبيتابعوني حتى بأعمالي الأخرى يعني، وهذا شيء رأس مال جيد يعني للفنان. جميل. رشا نبغى نعرف إيش أكثر شارع غنيتيها أنت حبيبتيها وبدنا نسمع منك برضه. يعني كل الشارات يعني بحكم تنوع الشخصيات وتنوع الأعمال كل شارة لها أكيد هيك يعني مكان خاص بقلبي، وخاصة بحب الشارات القديمة أكثر يعني. مثل؟ من الأعمال القديمة طبعا بحب أناستازيا أكيد، يعني هذا الفيلم يعني اللي قمت بدور الشخصية كمان، والأغاني كانت رائعة كثير يعني فيه. والأعمال يعني الأعمال اللي الأطفال بيحبوها أحيانا في أعمال مثلا أنا بحبها أو أحيانا ما كتير بهتم فيها، يعني مفاجأة إنه الأطفال بيحبوها أكتر، يعني هذا الشيء رد فعل الجمهور مو دائما بتوقعه يعني. جميل. إيش ممكن تسمعينا؟ يعني في كتير أعمال. إيش تسمعينا؟ رح سمعكم شوي من أناستازيا. يلا. من فيلم أناستازيا. داخلي شيء خفي لكني لا أتذكر، لحن ما صوت شجي أغني عن شهر ديسمبر، دائما حولي وقبل النوم لكنه يبدو حقيقة اليوم، كلما مر بخاطري تلهب مشاعري. هذا من فيلم أناستازيا. هذه طبعا أناستازيا قبل شوية يعني غنتها الآن وأنا منزلها على إنستغرام قبل ما تبدأ معنا اللقاء بدقيقة واحدة. عموما تذكرت أنا. بالضبط. يوم التوقعات فيصل اليوم. طيب يعني احنا بصراحه في تغريدات كثيره جاتنا وفي بعض من الاسئله، في سؤال جاء وابغى اطرحه عليك، وفي ايضا الرسام ركان كردي يوجه لك تحيه احد ابطال ذوي الاحتياجات الخاصه بيقول تحياتي لها وانا راح ارسمها، هذا بدايه. وفي سؤال ثاني بيقول لك انه ليش ما كثير ناس بيحبوك، ليش ما عندك حسابات بالانستغرام وتويتر؟ أنا يعني يدوب قدر يعني تابع الفيسبوك الحقيقة. عم حاول أبذل جهدي يعني أنه عملت صفحة على الإنستغرام بس أبداً مو نشيطة يعني عليها الحقيقة. يعني عندي شغل كتير فبعتذر منهم، بس بوعدهم أنه خلص رح صير نشيطة وتابع على الإنستغرام وعلى تويتر يعني. أنا على الفيسبوك يلا عندي آلاف، فإن شاء الله قدر ألحق تابعهم. طيب رشا نقدر نسمع منك شارة ريمي؟ على عيني. مررت بخاطري فكرة عبرتي ظلت الذكرى، نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل، دروب قد قطعتيها أفينا البعد أم فيها، نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل. ريمي 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 ريمي. جميل جميل جدا، احنا سعيدين جدا بتواجدك معنا. يمكن نبغى نختم باكثر اغنيه يمكن قريبه لقلبي اللي هي برضو من دروب ريمي، اغنيه امي. على ان شاء الله اتذكرها يعني. انا شوي رح لكم بس جملتين يلا. يعني بحكم واحد بس يعني سجل عندي مئات الاغاني والشعارات، فيعني ان شاء الله ما لا ان شاء الله اتذكرها. بنزل لكم شي كم كلمه. انت الامان انت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. خلاص ما عاد تذكرت شيء. الجميل انه كثير والاف يصدوها من صوتك ومن وراكي. اعذروني. فهذا ممكن يكون شافع للموضوع، يعطيك العافيه. احنا نشكرك جدا. شكرا لتواجدك معنا. الله يعافيك. شكرا 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 كثير. شكرا لصباح العربيه. شكرا لكم.